فيكم أصدقائي، عم نطلع عليكم أنا وريمبو بحلقة جديدة، تحديات جديدة، ومثل ما بخبركم دائما كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح، تكثفوا اتصالاتكم وتشاركوني كل إجاباتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. وبدي أذكركم إنه هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن آيباد بقيمة 1000 درهم. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول هو واحد من أطول الأنهار في الولايات المتحدة الأمريكية، يقع في الجزء الشمالي الشرقي من القارة الأمريكية الشمالية، وينبع من بحيرة ماونت ألباش، حيث يمر هذا النهر بعشر ولايات أمريكية رئيسية، ومن ثم يصب في الخليج المكسيكي مكوناً ما يعرف بدلتا النهر، بعد أن يقطع مسافة تقدر تقريباً بحوالي 3700 كيلومتر تقريباً. ما اسم النهر الذي ينبع من بحيرة ماونت ويقع في الشمال الشرقي من القارة الأمريكية؟ رح كرر عليكم أصدقائي، اللون البنفسجي بيقول وهو واحد من أطول الأنهار في الولايات المتحدة الأمريكية، يقع في الجزء الشمالي الشرقي من القارة الأمريكية الشمالية، وينبع من بحيرة ماونت ألباش، حيث يمر هذا النهر بعشر ولايات أمريكية رئيسية، ومن ثم يصب في الخليج المكسيكي مكوناً ما يعرف بدلتا النهر، بعد أن يقطع مسافة تقدر تقريباً بحوالي 3700 كيلومتر تقريباً. ما اسم النهر الذي ينبع من بحيرة ماونت ويقع في الشمال الشرقي من القارة الأمريكية؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلاً أهلاً حليمة، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني صديقتي، قدرتي تعرفي الجواب؟ إيه. شو؟ نهر الأمازون. لا لا لا، نهر الدانوب. يعني متأكدة؟ من نهر ميسيسيبي. أوكي، أمازون ولا دانوب ولا ميسيسيبي؟ ميسيسيبي. أكيد؟ أكيد. أوكي، شكراً لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ هي. أوكي، أنا بحس حليمة بس أسألها فاطمة رح تشارك؟ خلص عرفت أي جواب تختار. فاطمة؟ ألو. كيفك؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله تمام، خبريني شو الجواب؟ ميسيسيبي. حدا ساعدك ولا أنت لحالك عرفتي ولا من محاولات حليمة؟ لا ماما. أوكي، الله يحفظها يا رب، وشكراً لكم حليمة وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مثل ما سمعتوا أصدقائي، حليمة وفاطمة قالوا إنه الجواب نهر المسيسيبي، وحاولوا شوي اقترحوا الدانوب، وشو كمان؟ نسيت شو النهر اللي كمان قالته حليمة، بس يعني أحد الاقتراحات كانت نهر الدانوب، وبالنهاية قالوا المسيسيبي. أنا وريمبو ما بنعرف إذا صح أو خطأ، بس أنتوا لتعرفوا أكيد لازم تضلكم لنهاية الوقت وتحاولوا وتجربوا تفكروا وتسألوا جوجل. رح كرر عليكم شوية معلومات ممكن تساعدكم بالبحث. بتقول هو واحد من أطول الأنهار في الولايات المتحدة الأمريكية، يقع في الجزء الشمالي الشرقي من القارة الأمريكية الشمالية، وينبع من بحيرة ماونت، حيث يمر هذا النهر بعشر ولايات أمريكية رئيسية، ومن ثم يصب في الخليج المكسيكي مكوناً ما يعرف بدلتا النهر، بعد أن يقطع مسافة تقدر تقريباً بحوالي 3700 كيلومتر تقريباً. رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا حمزة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني قدرت تعرف الجواب؟ نهر المسيسيبي. مساعدة ولا بدون مساعدة؟ لا مساعدة. مين؟ بابا. الله يخليه، شكراً لك حمزة. لينا وفرح رح يشاركوا؟ لا. أوكي، شكراً لمشاركتك صديقي. أكيد أنا وريمبو عم نستنى مشاركات لينا وفرح كمان لحتى يخبرونا شو بيتوقعوا اسم هذا النهر اللي ينبع من بحيرة ماونت ويقع في الشمال الشرقي من القارة الأمريكية. اتصال جديد ونقول ألو. 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 أهلا وسهلا عذيبة، كيفك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ النهر المسيسيبي. من حليمة وفاطمة ولا أنت بتعرفي؟ تعرفي؟ السؤال قبل. اوكي، ممتاز، شفتي؟ يلا. لازم تذكري الاصدقاء. مين كمان رح يشارك؟ الو. الو. سعيد. سعيد، اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ نهر المسيسيبي. منيح؟ نهر المسيسيبي. المسيسيبي، شكرا لك سعيد. مين كمان؟ ايمانو. سيف؟ هي.
أهلا وسهلا. خبرني سيف، فيك تقلي جواب حماس؟ ها؟ نهر المسيسيبي. طب وين حماسك؟ للسؤال الجاي؟ ألو؟ أوكي، شكراً لك سيف. مين معي؟ هنية. هنية، أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ نهر المسيسيبي. شكراً لك هنية. تمام. الله. موزة كيفك؟ لله. الحمد لله. خبريني شو جوابك؟ نهر المسيسيبي. ايه؟ المسيسيبي. شكرا لك موزة. الو. مين بعد؟ سارة. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ نهر المسيسيبي. اوكي، في بعد حدا؟ الو الو. اهلا اهلا، كيفك اليوم؟ منيحة؟ نهر المسيسيبي. اوكي، ما رح اقول لك اذا صح او خطا. نهر المسيسيبي. اوكي، شكرا لكم اصدقائي، شفتوا كنت رح ساعدكم بدون ما احس. شكرا لمشاركاتكم، كمان الشله قالت انه الجواب نهر المسيسيبي، وانا كنت رح ساعدكم اقول لكم الجواب الصحيح بس سكتت باخر لحظه. انتم كمان اصدقائي اذا عندكم اي محاولات او اذا مثلا بتفكروا تاخذوا الجواب من بابا وماما او اي حدا معكم عم يحضرنا، او حتى اذا تسالوا جوجل اكيد 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 رح يساعدكم يخبركم اسم هذا النهر ويعطيكم كثير معلومات عنه، اذا قراتوها اكيد رح تعرفوا تماما وين موجود هذا النهر. للاسف اصدقائي بدا العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وراح ينتهي، انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما اسم النهر الذي ينبع من بحيرة ماونت ويقع في الشمال الشرقي من القارة الأمريكية؟ والجواب أكيد صح نهر المسيسيبي. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، إجاباتكم كانت صحيحة ورح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول مخترع أمريكي عمل رساماً طوال حياته لكنه لم يلقى التقدير الذي يستحقه، فعانى من الفقر في أول حياته وأنشأ الأكاديمية الوطنية للتصميم، ترك الرسم وأخذ يبحث عن طرق التواصل عبر المسافات البعيدة بسبب وصول خبر وفاة زوجته متأخراً وهو بعيد عنها، فصنع أول نموذج عملي للتلغراف سنة 1835 ميلادي. من هو المخترع الأمريكي الذي صنع التلغراف عام 1835؟ رح كرر عليكم أصدقائي، اللون البرتقالي كان بيقول مخترع أمريكي عمل رساما طوال حياته لكنه لم يلقى التقدير الذي يستحقه، فعانى من الفقر في أول حياته وثم أنشأ الأكاديمية الوطنية للتصميم، ترك الرسم وأخذ يبحث عن طرق التواصل عبر المسافات البعيدة بسبب وصول خبر وفاة زوجته متأخرا وهو بعيد عنها، فصنع أول نموذج عملي للتلغراف سنة 1835. من هو المخترع الأمريكي الذي صنع التلغراف عام 1835؟ بتوقع هذا السؤال من اختصاص حليمة وفاطمة، إن شاء الله يكونوا أول المشاركين معنا، وأكيد أنتم كلكم أصدقائي فكروا كتير منيح وبسرعة بسرعة إذا ما كنتم متأكدين تقدروا تسألوا جوجل عن اسم هذا المخترع اللي اخترع التلغراف، تتصلوا فينا وتخبروني الاسم الأول أو الاسم الثاني، أو إذا كنتم كتير شاطرين تخبروني الاسم كامل. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. 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 ألو، مين معي؟ ألو، أنا سمعت الألو بس شكله انقطع الخط. صديقتي، لأنه على الأغلب صوت بنت، اللي كنت عم تجربي تحاولي تتصلي فينا، أكيد أنا وريمبو لسه عم نستناكي. فكري شوي بالجواب، أو إذا كنت كمان متأكدة منه رجعي تتصلي فينا بسرعة وخبريني شو جوابك. حليمة وفاطمة عذيبة والشلة وكل الأصدقاء، أنا وريمبو عم نستناكم اتصال جديد، منقول ألو. ألو. أهلا وسهلا، شفتي كنت عم أقول السؤال هذا اختصاصك. شو؟ سامويل فينلي مورس. لا، الاسم كامل. أوكي، أكيد صح؟ أكيد. أوكي فاطمة رح تشارك؟ إيه. تمام. ألو ألو. أهلا، خبريني فاطمة شو الجواب؟ سامويل مورس. صح؟
شكرا لكم حليمة وفاطمة، إجاباتكم إجابتكم كانت صموئيل مورس. يا ترى يا أصدقائي هالجواب صح أو خطأ؟ أكيد أنا وياكم راح نعرف الجواب الصحيح بنهاية الوقت، لسه معكم شوية وقت تقدروا من خلاله تفكروا كتير منيح وتروحوا بسرعة سماحة التليفون تتصلوا فينا من خلال اتصال على الرقم الموجود قدامكم. خبروني إلي ولريمبو شو الجواب الصحيح، وريمبو أكيد أكيد راح أكد لكم إجاباتكم بآخر الوقت ويعطيكم فرصة لتكونوا نجوم الأسبوع. ومن بين الرابحين اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو ألو، أهلا بالشلة. أهلا، خبريني عذيبة شو الجواب؟ مورس. شو؟ مورس. مورس أيوة. أوكي، مين كمان؟ موزة. ألا أيوة موزة، شو الجواب؟ مورس. مورس. مين كمان؟ ألو ألو. سارة. آمنة. سارة. سارة، خبريني شو جوابك؟ مورس. شكرا سارة، مين كمان؟ ألو ألو نوار. أهلا أهلا آمنة، خبريني شو الجواب؟ مورس. شكرا إلك آمنة، مين كمان؟ سيف. سيف. ألو. رح تجاوبني بحماس ولا لا؟ حماس. أوكي يلا سمعني بحماس شو الجواب؟ مورس. شكرا شكرا، هلا صاحي سيف ما له حيل. اوكي مين كمان؟ سعيد. سعيد اهلا وسهلا، خبرني شو جوابك؟ قول يلا سعيد. مورس. شكرا مورس بالسين. مين كمان؟ يلا اصدقائي يلا خلصت الشلة، معقول ليش بعد؟ أنا متوقع بعد في حدا. أوكي قدرت أخذ إجاباتكم، إذا بعد في حدا أكيد أنا وريمبو عم نستنى ليتصل فينا اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أهلا حمزة، خبرني شو الجواب؟ مور. مورس صح؟ صح. شكرا لك يا صديقي، مين كمان من الأصدقاء رح يشاركونا؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ بنات سالم. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني رنات شو الجواب؟ مورس. حدا ساعدك ولا انت بتعرفي الاسم؟ اعرف الاسم. اوكي في حدا رح يشارك؟ ايه يلا تمام. الو. ايوه مرحبا، كيفك؟ تمام الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ مورس. اكيد أكيد. شكرا لكم صديقاتي رناد ورتاج. بعد أخذ بشارة. أوكي تمام. ألو. مرحبا صديقي راشد اسمي. أهلا وسهلا فيك راشد، خبرني شو الجواب؟ مرس. حدا ساعدك؟ لا. أوكي شكرا لكم أصدقائي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. لحد هلأ كل الأصدقاء كانت إجابتهم وحدة مورس. يا ترى أصدقائي صح أو خطأ؟ ما منعرف، فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم. صديقاتي يارا وندى وعليا أنا وريمبا عم نستناكم، فكروا كتير منيح. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا اتصال جديد ومنقول ألو. الو مرحبا، مين معي؟ قصي. اهلا قصي، كيفك اليوم؟ بخير الحمد لله، ان شاء الله دائما بخير. خبرني شو الجواب؟ مور. شكرا لك قصي، انت كنت اخر الاصدقاء المشاركين معنا، لحقت تتصل بسرعه قبل ما يبدا العد التنازلي. شكرا لمشاركتك صديقي، وبمشاركه قصي بينتهي الوقت. سؤالنا أصدقائي كان بيقول: من هو المخترع الأمريكي الذي صنع التلغراف عام 1835؟ والجواب صموئيل مورس. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. لا تروحوا أبداً لبعيد، ريمبو لسه مخبي معلومات بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتكتفوا اتصالاتكم وتشاركوني كل إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تدخلوا السحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الأسبوع. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي كمان مرة وقف عند اللون البرتقالي، بس هالمرة اللون بيقول: هو عنصر كيميائي مشع يتأكسد بسهولة عند تعرضه للهواء،
فيصبح أسود اللون وينتج عن اضمحلاله الإشعاعي غاز الرادون. تم العثور عليه في خامات اليورانيوم بكميات ضئيلة، يستخدم في مجال الطب لمعالجة أمراض السرطان المختلفة، وله استخدامات في مجال الدهان أيضاً. ما اسم العنصر الكيميائي المشع الذي يستخدم لمعالجة أمراض السرطان المختلفة؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم. يا ترى مين أول المشاركين؟ إحنا نأخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو 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 أصدقائي أصدقائي، شكلهم قطع الخط أصلاً. فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. صديقي أو صديقتي اللي كنتوا عم تجربوا تتواصلوا معنا، أنا وريمبو لسا عم نستناكم. رح ناخد هلأ أول اتصال ونقول ألو ألو ألو. أيوة حمزة، أهلا وسهلا من جديد. خبرني شو الجواب؟ الكيماوي. هلأ شو هو العنصر؟ شو؟ رح تقدر تعرف ولا اتركك شوي تعمل هيك سيرش سريع؟ حمزة بعدك معي؟ اوكي تمام، خذ كل وقتك بس لا تتأخر كثير، نحن معنا بس خمس دقائق لهذا السؤال. شكرا لمحاولاتك حمزة، إن شاء الله يكون الجواب صحيح، بس يعني فكر شوي. اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا ندى، إزيك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ الحمد لله. شو الجواب؟ إن شاء الله دايما بألف خير تكوني. العلاج باليود. يود؟ آه. أكيد؟ أكيد. طيب ندى، أنا رح آخذ إجابتك إن شاء الله تكون صحيحة، لسه معنا شوية وقت. إذا بتحبي كمان مثل حمزة تعملي هيك سيرش سريع، رح أكرر عليكم أصدقائي معلومات عن هذا السؤال. بتقول هو عنصر كيميائي مشع يتأكسد بسهولة عند تعرضه للهواء فيصبح أسود اللون وينتج عن اضمحلاله الإشعاعي غاز الرادون. تم العثور عليه في خامات اليورانيوم بكميات ضئيلة، يستخدم في مجال الطب لمعالجة أمراض السرطان المختلفة، وله استخدامات في مجالات الدهانات أيضا. ما اسم العنصر الكيميائي المشع الذي يستخدم لمعالجة أمراض السرطان المختلفة؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، اسألوا الموجودين معكم، اسألوا جوجل كمان، كتير مهم نعرف هاي المعلومة لأنه معلومة هيك قيمة. أكيد بنهاية الوقت إن شاء الله لما ريمبو يخبرنا الجواب الصحيح حاولوا تكتبوها أو تضلكم متذكرينها دائما لأنه معلومة كتير مهمة. يا ترى مين من الأصدقاء رح يعرفوا حليمة وفاطمة؟ شو أخباركم؟ خبروني. أكيد كمان الشلة وين صرتوا؟ مين كمان؟ حمزة شو صار معك؟ ندى ما بعرف إذا رجعتي كمان هيك سويتي سيرش. مين من الأصدقاء؟ يلا يا أصدقائي باقي معنا كتير وقت، حاولوا شوية تدوروا على اسم هذا العنصر. مين ممكن من الأصدقاء يعرف؟ معنا اتصال ومنقول ألو. ألو. أيوة حليمة، خبريني. فاطمة. فاطمة؟ أوكي سوري، أنتوا واحد أصلاً. خبريني فاطمة شو الجواب؟ اليود المشع. اليود المشع؟ أكيد. أكيد. طب حليمة رح تشارك ولا لا؟ لا. أوكي. لا. رح أخذ إجابتك فاطمة، يعني إن شاء الله تكون صحيحة، بس لسه كمان معنا شوية وقت، تقدري إذا بدك هيك تبحثي بشكل موسع أكثر عن هذا الموضوع. يا ترى مين من الأصدقاء شكله جوجل عم يعذبكم ما عم يعطيكم الجواب بسرعة؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وقرأوا معلومات أكثر عن هذا الموضوع. قلت لكم من قبل كتير مهم كلنا نعرف شو اسم هذا العنصر. مين ممكن من الأصدقاء كمان يشاركنا يعرف الجواب؟ تذكروا أصدقائي أنه معكم اليوم آخر فرصة لحتى تقدروا تدخلوا السحب نهاري الخميس لتكونوا نجوم الأسبوع وتربحوا آيباد بقيمة 1000 درهم. يا ترى مين رح يكون نجم الأسبوع معنا لهذا الخميس؟ تذكروا كمان أنه كل ما شاركتوا أكثر كل ما كان عندكم فرصة أكبر.
يلا أصدقائي، مين رح يعرف؟ فكروا كتير منيح، رح كرر عليكم شوية معلومات. هو السؤال شوي دقيق بس يعني حاولوا توصلوا للجواب. المعلومات بتقول هو عنصر كيميائي مشع يتأكسد بسهولة عند تعرضه للهواء فيصبح أسود اللون، وينتج عند محلاله الإشعاعي غاز الرادون. تم العثور عليه في خامات اليورانيوم بكميات ضئيلة. يستخدم في مجال الطب لمعالجة أمراض السرطان المختلفة، وله استخدامات في مجالات الدهانات أيضا. معنا اتصال، خلينا نشوف مين وشو الجواب. ألو ألو ألو، سارة. سارة أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب. اليود. أكيد الزئبق. طيب سارة رح أخذ إجاباتك إن شاء الله تكون صحيحة. شكله أغلب الأصدقاء جاوبوا اليود، ما بعرف يمكن يكون صح، يمكن يكون في عنصر تاني هو الأصح. فكروا كتير منيح أصدقائي، أنا الصراحة ما بعرف أنتوا على البحث بجوجل شو عم يطلع لكم إجابات، بس على الأغلب عم يطلع لكم اليود. ممكن يكون اليود صح بس في عنصر تاني مثل ما خبرتكم هو الجواب الأصح. بدأ العد التنازلي وانتهى الوقت، رح خبركم الجواب الصحيح لسؤالنا. ما اسم العنصر الكيميائي المشع الذي يستخدم لمعالجة أمراض السرطان المختلفة؟ للأسف الجواب عنصر الراديوم. راديوم راديوم، لا تنسوا أبدا اسم هذا العنصر أصدقائي، خليكم دائما متذكرينه. للأسف لسه معنا أكيد كتير فرص، لهيك رح نعرف بسرعة رينبو شو مخبي ونقول. ابدأ يا رينبو. رينبو ستوب. يلا يا رينبو. رينبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول من الفنون الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعبر عن الأصالة، ومن مميزات هذا الفن أنه لا يصاحبه أي لحن موسيقي بل يؤدى بدون إيقاعات أو حتى آلات مصاحبة، وهو من الفنون الجماعية الحماسية وتردد فيه قصائد الفخر والنخوة. ما هو الفن الشعبي الإماراتي الذي يؤدى بدون إيقاعات ويدل على الفخر؟ فكروا أصدقائي كتير منيح، بتوقع هذا السؤال سهل رح تقدروا تعرفوه كلكم. يمكن مين ممكن يكون أول أصدقاء؟ رح ناخد أول اتصال ونقول ألو 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 ألو. أهلا أهلا حبيب، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله، خبرني شو الجواب. أنا لذيذ. أكيد صح. نعم شكرا لك حبيب، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. فن الرزيف يا ترى يا اصدقائي جواب حبيب صح او خطا؟ ما بنعرف. انتم هلا معكم شويه وقت بتقدروا من خلاله تسالوا الموجودين معكم، تسالوا جوجل، مع العلم انه بتوقع انه اغلبكم عارفين الجواب متاكدين منه كمان، لهيك المتاكد يتواصل معنا بسرعه مشان يخبرني اجابته وكمان يساعد غيره من الاصدقاء. اتصال جديد وبنقول الو 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 نوار. اهلا اهلا ساره. صح. خبريني شو الجواب. الرزفة. الرزفة؟ أوكي هي. تمام متأكدة؟ إيه. أوكي مين كمان رح يشارك؟ آمنة. تمام. ألو ألو. أهلا أهلا آمنة، خبريني يا صديقتي شو جوابك. الرزفة. واو أوكي شكلك متأكدة. صح. شكرا لك آمنة. ألو. مين كمان؟ ألو موزة. إيه. خبريني شو جوابك. الرزفة. يا سلام، الشلة كلها متحمس اليوم. طيب مين كمان؟ ألو ألو. أهلا أهلا عديبة. أهلا. خبريني شو جواب. الرزيف. طيب مين كمان؟ سيف. تمام. ألو ألو. أيوة أيوة سيف، خبرني شو الجواب. فن الرزفة. حدا ساعدك ولا أنت بتعرف؟ أنا. اوكي شكرا لك سيف. مين كمان؟ يلا سعيد. تمام يلا بدي اسمع الجواب من سعيد بكل حماس. شكرا لك سعيد. مين كمان؟ الو هنيه. هنيه اهلا وسهلا من جديد، خبريني شو الجواب. هنيه هنيه
أنا بطلت أسمعك للأسف صديقتي، شكله انقطع الاتصال. أكيد هنية أنا وريمبو عم نستنى ترجعي تتواصلي معنا من جديد وتخبريني شو جوابك. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا يا ندى، خبريني شو الجواب. فن الرز. ف شكرا لك ندى، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقتي وتقدري تكوني نجمه الاسبوع وتتواجدي معي هون بالاستديو لحتى نسحب من جديد. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح يا اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. مجموعه من الاصدقاء او كل الاصدقاء اللي شاركونا كانت اجاباتهم فن الرزيف او الرزفه. مين لسه كمان من الاصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ اتصال جديد ومنقول الو. الو. فاطمة. ألو. لا عايشة. عايشة أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله. عايشة أول مرة بتشاركينا؟ إيه. طيب تعرفيني عن حالك، من وين عم تحكينا وقد عمرك؟ من شسمة، من كلبة، عمري 18. ما شاء الله العمر كله يا صديقتي. عايشة أكيد عرفتي الجواب ومتأكدة منه صح؟ صح. شو؟ رجل. شكرا لك صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه ولا تعرفي جوابك. اختي تبكي. اوكي تمام يلا. الو 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 اخت عائشه. الو الو صديقتي شكلها غيرت رايها. على كل الأحوال عائشة لا تعرفي إذا جوابك صح أو خطأ، لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال. وأنا وريمبو بنتمنى تكوني صديقتنا الدائمة. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. ألو. أهلا حمزة، خبرني شو الجواب. الرزفة. أكيد أكيد. شكرا لك صديقي. مين كمان من الأصدقاء؟ يارا ما سمعنا صوتها اليوم، رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو ألو. ألو. مين معي؟ سليمة. أهلا وسهلا سليمة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ الرزيف. الرزيف صح؟ صح. شكرا لك سليمة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. يا ترى سليمة رح تكون آخر الأصدقاء المشاركين ولا في حدا هيك رح يلحق بسرعة بنهاية الوقت يتصل فينا اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أيوة مين معي؟ رنات سالم. رنات خبريني بسرعة شو الجواب؟ الرزفة. اوكي ريتاج رح تشارك؟ ايه. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. الو. ايوه ريتاج بسرعة خبريني شو الجواب. الرزفة. شكرا لكم صديقاتي، قدرت اخذ اجاباتكم قبل ما ينتهي الوقت. بدأ العد التنازلي يا اصدقائي وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو الفن الشعبي الإماراتي الذي يؤدى بدون إيقاع ويدل على الفخر؟ والجواب أكيد صح فن الرزيف. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، كل مشاركاتكم كانت صحيحة. وريمبو لسه مخبي معلومة واحدة بس بعد البريك. رجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. رح أذكركم تفكروا كتير منيح، تكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم. هلأ فرصتكم الأخيرة لتدخلوا السحب. رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأخضر، وهاللون بيقول مرض عبارة عن اضطراب عادة ما يلاحظ على الطفل في سن مبكر، حيث يؤثر على تطوره وجوانب نموه المختلفة، فيكون تطوره غير طبيعي ويظهر خللاً في تفاعله الاجتماعي وبضعف تواصله اللفظي وغير اللفظي مع الآخرين. ما هو المرض الذي يصيب الأطفال ويسبب خللاً في تفاعله الاجتماعي؟ أوكي سؤال كتير سهل أصدقائي، رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. اهلا اهلا حبيب، خبرني شو الجواب. توح. اكيد صح. نعم. شكرا لك حبيب. حبيب يا اصدقائي قال انه المرض هو التوحد. مين كمان من الاصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ فكروا كثير منيح اصدقائي، اسالوا الموجودين معكم ودوروا على جوجل وشوفوا ما هو المرض الذي يصيب الاطفال ويسبب خللا في تفاعله الاجتماعي. رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. 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 فاطمة؟ لا لا عايشة صح؟ شو عايشة؟ حليمة. اوكي سوري شو عايشة؟ طيب خبريني شو الجواب؟ توحد. أكيد؟
إيه. أوكي شكراً لك حريمة. فاطمة رح تشارك؟ لا. شكراً. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة حليمة وتقدر تكوني نجمة الأسبوع. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو نوا. يا أهلاً أهلاً سارة، خبريني شو الجواب. أكلحك. يا سلام عليكي. مين كمان؟ موزة. ألو. أيوة موزة، شو الجواب؟ شو الجواب؟ يلا شو الجواب؟ اوكي شكرا لك موزه. مين كمان؟ الو هنيه. عذيبه. عذيبه اوكي حبيبتي خبريني شو الجواب. توحد. اكيد صح. اكيد. اوكي سهل. مين كمان؟ الو امنه. هنيه. امنه. اوكي امنه خبريني شو جوابك. التوحد. اكيد اكيد. شكرا. مين كمان؟ الو هنيه هالمره. سيف. سيف انا اسفه. اوكي سيف خبرني بكل حماس يلا اكثر من البنات. التوحد. شكرا سيف. مين كمان؟ سعيد وهنيه باقي. الو ايوه مين؟ سعيد. سعيد شو الجواب؟ التوحد. هنيه رح تشارك؟ والله ايه. اوكي انا مصره اصلا تشارك هنيه. الو الو ايوه شو الجواب؟ التوحد. شكرا لكم اصدقائي قدرت اخذ كل اجاباتكم. اكيد انا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم نهاري الخميس، لا تنسوا تكونوا على الموعد. مين كمان من الاصدقاء رح يشاركونا؟ اتصال جديد ومنقول الو. عايشه. أهلا وسهلا عايشة، خبريني شو الجواب؟ توحد. هالمرة أختك رح تشارك ولا رح تهرب؟ لا رح تهرب. أوكي، شكراً لك عايشة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. ألو. أهلاً حمزة، خبرني شو الجواب؟ التوحد. حدا ساعدك ولا أنت بتعرف؟ لا، بعرف أنا. سهل صح؟ شكرا لك حمزه، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ كمان اتصال ونقول الو. الو. مين معي؟ مين؟ الو. الو الو. شكله انقطع الخط وصديقي اللي كنت عم تجرب تتواصل معنا اكيد انا ورينبو عم نستنى مشاركتك. مين لسه من الاصدقاء رح يستغلوا اخر وقت واخر فرصه لليوم ليشاركونا؟ اتصال جديد ومنقول الو. الو الو. اهلا اهلا يا ندى، شو جوابك؟ التوحد. التوحد اكيد؟ اكيد. شكرا لك صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. يلا يا أصدقائي مين لسه رح يشارك؟ اتصال جديد وبنقول ألو. هذا صوتي. أوكي ألو. ألو. أهلا سليمة. صح. خبريني شو الجواب؟ التوحد. ومتأكدة ولا مو كتير؟ متأكدة. شكرا لك أسيمة. مين أسيمة؟ سليمة. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ باقي شوية وقت، فكوا كتير منيح يا أصدقائي. اتصال جديد منقول ألو. ألو. مين معي؟ رناد سالم. أهلا رناد من جديد، خبريني شو جوابك؟ توحد. متأكدة؟ متأكدة. ريتاج رح تشارك؟ راح تشارك. يلا تمام. الو. ايوه ريتاج شو الجواب؟ التوحد. شكرا لكم صديقاتي، ما بعرف اذا كنتوا اخر المشاركين معنا، اخر الصديقات المشاركين معنا لليوم. بدا العد التنازلي اصدقائي وراح ينتهي الوقت. وان انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو المرض الذي يصيب الأطفال ويسبب خللاً في تفاعله الاجتماعي؟ والجواب أكيد صح، مرض التوحد. أصدقائي هون بيخلص مشوارنا معكم، لا تنسوا تكونوا معنا نهاري الخميس. هلأ أنا ورينبو صار وقتنا لكم. باي باي. Thank you.